السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر وخدم مخه. مع السلامة. نواصل الفيديو الثاني للرد على علي منصور كيالي، وخلينا نتفق من الأول إن علي منصور كيالي متاجر بالدين ويتقول على القرآن ما لم يقله محمد وأصحابه المفسرين، ويؤول عبارات القرآن كما يريد، متلاعبا بالألفاظ ومزور للحقيقة، مستغل جهل المسلمين بتفسير القرآن من جهة وجهلهم بالعلم الحديث من جهة أخرى، من أجل أن يهمهم أن القرآن عبارة على كتاب علم وأنه يحتوي على إعجاز علمي. وفي الحقيقة أن القرآن لا يكفي أنه ليس كتاب علمي، بل يحتوي على أخطاء علمية فادحة. واللوم ليس في القرآن، لأن القرآن كتاب قديم وتكلم على حسب قومه وعلى حسب وقته، وإنما اللوم في هؤلاء المتاجرين بالدين الذين يحاولون أن يقنعون المسلمون اللي بداوا يفقدوا الثقة في دينهم أن القرآن يحتوي على إعجاز. وهوني حبيت نقول حاجة مهمة جدا ذكرني بها أحد الإخوة في التعليقات، وهي مع الأسف حقيقة يجهلها كثير من المسلمين، وهي أن بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية وبدأ العمل على تكوين ما يسمى بالوطن العربي أو الجامعة العربية، لأن هذه التسمية من قبل لم تكن موجودة، لأن لم تكن هناك كيان اسمه كيان عربي، وإنما كان هناك كيان إسلامي وخلافة إسلامية. فكرة الدول العربية يعني فكرة نبعت من الشرق بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، وعندما سقطت الإمبراطورية العثمانية وشافوا العرب برواحهم إنهم بعيدين كل البعد عن الحضارة وعن المصطلحات العلمية الحديثة والاكتشافات الحديثة، ومن هنا جاءت الفكرة لبناء ما يسمى المجمع العربي للغة العربية. ونعرف احنا المجامع متاع اللغة بصفة عامة هو يحاول أن ينقل عبارات من لغات أخرى إلى اللغة الأم. ومن هنا جاءت فكرة تأسيس أول مجمع للغة العربية بدمشق، يعود إلى سنة 1919 في سوريا للنهوض باللغة العربية، وكان له أثر كبير في تعريب المؤسسات وهيئات الدولة والتعريب التعليم وإيجاد مصطلحات عربية للاكتشافات الحديثة والكلمات العلمية. وهؤلاء معنت المشرفين على هذا المجمع وجدوا صعوبة في إيجاد هذه العبارات، فلهذا استعملوا ما يسمى بالقرآن للبحث على هذه المصطلحات في القرآن. فمثلا عندما وجدوا أنفسهم أمام كلمة آتوم اللي هو معنتها آتوم معنتها اكتشاف حديث، بحثوا في القرآن ما هو أصغر شيء في القرآن يدل على شيء صغير، فوجدوا الذرة، وهم يعلمون أن الذرة في اللغة العربية تعني نملة، فاستدلوا على الأتوم بكلمة ذرة، وكذلك المصطلحات الأخرى مثل النطفة وتكوين الجنين وغيرها من الأمور العلمية الحديثة استخرجوها من القرآن لكي يستدلوا عليها. وبعد عشرات السنين جاءونا هؤلاء المزورون، يعني مثل زغلول النجار ومثل علي الكيالي وغيرهم وغيرهم، المتشدقون بالعلم، فهمت؟ ليكذبوا على عموم المسلمين والترويج لهم إن القرآن كتاب علم واكتشافات علمية وإنه يحتوي على معجزات. والمسلم العادي مع الأسف يصدق دون أن يفهم شيء ودون أن يعرف ماذا حصل. إذن في هذا الفيديو سوف نواصل الرد على علي منصور الكيالي بعد اللي تكلمنا في الفيديو اللي قبل هذه على الذرة، وظهرنا كيفاش ان الذرة في المصطلح العربي تعني النملة وليس لها اي علاقة بالاتوم او الذرة المكتشفة حاليا. وفي الفيديو هذه باش نتكلموا على زوز حاجات تذكرهم علي منصور الكيالي، وهي ما يسميه هو فيزياء الليل وفيزياء الصوت. وهذه الفيديو باش نطلق عليها اسم فيزياء الجهل والتخلف الذي جاءنا بها هذا المتطفل على الدين والعلم علي منصور الكيالي، واللي مع الأسف كثير من المسلمين اللي جاهلين بكل هذه التفاصيل
يصدقوه ويعتبروا ان القرآن يحتوي على معجزات علمية. ونبدأ بما يسميه هو فيزياء الليل. اسمعوا شو يقول هذا المتاجر بالدين. الفيزياء في العالم حتى هذه اللحظة لم تتحدث عن فيزياء الليل. من المفروض أن تتكلم عن فيزياء الظلام وليس فيزياء الليل، وإنما أنت هنا تسخر من عقول المسلمين وتكلمهم على فيزياء الليل، لأن الآية القرآنية تتكلم على الليل، فكن صريحا وتكلم على فيزياء الظلام وليس فيزياء الليل. لا يمكن أن أدرس حرارة دون أن أدرس البرودة، إذن كيف أن أدرس ضوء دون أن أدرس الليل؟ هنا علي الكيالي يغالط المسلمين البسطاء، لأن في الحقيقة الذين ينبهرون بهذا النوع من الفيديوهات الذي يسمون معناتها الإعجاز العلمي هما الأشخاص اللي تفكيرهم محدود جدا لكي ينبهروا بهذا النوع من الفيديوهات. هنا الكيالي يقارن بين الحرارة والبرودة الذي هما شيئين يقع على شيء مادي، وبين النور والظلام الذي هي طاقة. الظاهر أن علي الكيالي عنده مشكلة مع الطاقة والمادة، لا يفرق من بينهم من الأساس. فالسؤال برسم العلم الحديث، أين فيزياء الليل؟ يا سي علي كيالي، العلم أعطى الإجابة وقال إن الظلام هو فقدان النور، والنور هو معلوم ويمكن قياسه، ومن خلال النور يمكن أن نفهم الظلام. أنت هنا تأتي تتفلسف وتؤول وتدعي أن هناك فيزياء للظلام باستدلالك من القرآن، يعني هناك أنك تقول إن القرآن اكتشف قبل أن يكتشف العلماء فيزياء الظلام. إذن فلننظر إلى هذه الآية التي تدعي إنها تدل على أن هناك للظلام فيزياء. الآية مكونة من ثلاث كلمات فقط، والليل إذا عسعس. نلاحظ كلمة عسعس مكونة من مقطعين لغويين، عسعس، هذا يعطينا فكرة عن الحركة الجيبية الاهتزازية، عسعس. لا أدري هل فهمتم شيء من هذه الآية، وهل هذه الآية والليل إذا عسعس، هل هذه الآية تدل على أن هناك للظلام فيزياء؟ لا، لا تدل. ماذا يقول علي كيالي؟ قال لك اللي هذه الآية هي أكبر دليل على أن وجود للظلام فيزياء، لأنها تتكلم عن الظلام وتقول عس عس. وبعد ذلك ما هو دليلك؟ هل هناك دليل؟ ثم يتكلم عن زلزل ودمدم ويقول مدام إن للزلزال حركة يعني هناك للظلام حركة. يا علي كيالي، الزلزال يقع على شيء مادي، والظلام هو فقدان للطاقة الضوئية. حاول أن تفرق بين ما هو مادي وما هو طاقة، راهم ليس نفس الشيء. لا أدري كيف درست علم الفيزياء ولا تفرق بين الاثنين، أنا أكيد متأكد أنك تعلم ذلك، وإنما تريد أن تستغفل المسلم. هذا شيء، هذه نقطة أولى. يعني بمفهومك أنت، أحنا يا سي كيالي في شمال إفريقيا عندنا أكلة نطلق عليها الكسكسي، يعني كسكس، يعني على حسب منطقك أنت هذه الأكلة أو الطعام له فيزياء، لأنه متكون من كلمتين كس كس كما زلزل عس عس، يعني للطعام فيزياء حسب منطقك، أو لا أدري أي كلمة أخرى يعني لها فيزياء. أي منطق هذا؟ أي منطق؟ أول شيء، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، هل تدري يا
علي الكيالي إن أحد شعراء قبل الإسلام وهو من الشعراء معنى الجاهليين والذي يطلق عليه علقمة بن قرط معروف قال بيت من الشعر قبل محمد حتى إذا الصبح لها تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس. إذن لو كانت هناك بالفعل فيزياء لليل كما تدعي فيكون المكتشف لها هو علقمة ابن قرط اللي هو شاعر جاهلي قبل محمد واللي محمد سرق منه هذا البيت من الشعر وجعله في القرآن وتكلم عن الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ولو نعود للتفاسير نلقاه هناك رأيين في مسألة عسعس، هناك من يفسرها على أنه أقبل وهناك من يفسره على أنه أدبر، يعني والليل إذا عسعس يعني الليل إذا أدبر، وهناك من يقول والليل إذا عسعس يعني والليل إذا أتى أو أقبل. إذن يا سي علي الكيالي يكفيك ضحك على الذقون. ويختم علي كيالي حديثه بالقول: فالليل هو مادة له وزن وله كثافة وله درجة حرارة. لا أدري كيف مسلم في هذا العصر يصدق هذا الكلام الجاهلي الذي يقول أن الظلام هو مادة له كثافة وله وزن وله حرارة. أي منطق هذا الذي يتكلم به علي الكيالي؟ ويجب أن يكون إنسان جاهل كليا لكي يقول سبحان الله. نواصل مع علي الكيالي ونسمعوه شنو يقول. رتب القرآن الكريم مستويات الصوت من الأدنى وحتى الأعلى. هل يمكن أن يقول لنا علي الكيالي كيف رتب القرآن مستويات الصوت من الأدنى إلى الأعلى؟ بدأ بمرحلة الركز هي أقل من 20 ديسيبل. كيف عرف علي الكيالي أن الركز أقل من 20 ديسيبل؟ لا أدري. وهنا أسأل المسلم وعلي الكيالي، هل هناك أقل من الركز أم لا؟ بالطبع بالطبع هناك مراتب كثيرة أقل من الركز الذي يتكلم عليه علي الكيالي، رغم أن الركز في تفسير اللغة العربية المقصود بها هي الصوت الخفيف أو القليل صحيح، ولكن هناك أقل منه. فكيف رتب القرآن ذلك؟ فقال تعالى في سورة مريم: أو تسمع لهم ركزا. ثم انتقل إلى مرحلة الهمس فقال تعالى: فلا تسمع إلا همسا. ثم إلى مرحلة النجوى السرية فقال تعالى: وأسر النجوى، إلى أن وصل إلى مرتبة الكلام العادي وتصعد حتى مرحلة الصيحة فقال تعالى في سورة هود: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين. أما أقوى من الصيحة فهي الصاخة، قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة. لا أدري ماذا يقصد الكيالي عندما يقول إن القرآن رتب هذه الأصوات من القليل إلى الكثير. هل كان الترتيب بتاريخ نزول هذه الآيات؟ لا، لقد اطلعت على هذه الآيات وجدتها إنها ليس مرتبة على حسب أقل صوت إلى أكثر صوت. إذن بأي شيء اعتمد الكيالي لكي يقول إن القرآن رتب ذلك؟ هنا الكيالي لم يفسر لنا كيف القرآن رتب الصوت، يعني هنا أرى أنه هو الذي رتب ذلك من الركيز إلى الهمس إلى النجوى إلى الصيحة إلى الصاخة، ليس القرآن هو من رتب ذلك، وإنها أشياء معلومة، يعني ليس خاص بالقرآن بل في كل الشعوب وفي كل اللغات أن هذا الترتيب. أرجع إلى أي لغة تجد أن هناك صوت خفيف وصوت عالي، وهذا شيء معلوم
ومسموع. فإن كان القرآن كما يدعي من عند الله، لماذا لم يذكر الأصوات التي لا يسمعها الإنسان، أو الأصوات الذي أقوى من الصاخة؟ أليس هناك أصوات أقوى من الصاخة؟ أكيد هناك أصوات أقوى من الصاخة، وهناك أصوات أقل من الركيز. وإحنا نقول في العرف متاعنا إن الصمت هو صوت لا يسمع، وإحنا نعرف هذا. إذن لو كان القرآن كما يدعي عليه الكياني من عند الله لذكر لنا أشياء لم نسمعها. هنا لم يقوم إلا بوصف ما هو معلوم وما هو معروف عند كل الشعوب وعند كل الحضارات، ولم يأتي بشيء جديد. وهنا يواصل علي الكيالي بالسخرية من المسلمين ويقول لهم أن القرآن الكريم قبل 1400 عام رتب هذه المستويات للصوت فيزيائيا. كيف رتب القرآن ذلك فيزيائيا؟ هل يمكن أن تذكر لنا ذلك؟ لا، وإنما الذي رتب هذه الأصوات ليس القرآن، بل اللغة العربية قبل القرآن، وكانوا العرب يعرفون هذه الاختلافات في الأصوات. شيء طبيعي إنهم يفرقون بين الهمس والصيحة والكلام العادي، وهذا موجود في كل الشعوب وليس خاص لا بالعربية ولا بالقرآن. لم يكن عند الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة عن مراتب الصوت. كيف تقول إن محمد أو في ذلك الوقت لم يكن عندهم فكرة عن مراتب الصوت؟ ولا عند الناس حتى ولا عند الصحابة الكرام. فلو لم تكن لهم فكرة، فكيف أتوا بتلك المصطلحات؟ هل تلك المصطلحات المستعملة في القرآن هي مصطلحات جديدة وحديثة أتى بها القرآن، أم هي مصطلحات موجودة قبل القرآن وهي تخص اللغة العربية قبل القرآن واستعملها الشعراء قبل القرآن؟ فكيف تحدث القرآن عن مستويات الصوت ظهرت في مرحلة العصر الحديث؟ يا علي الكيالي، يكفي استبلاه للناس. الذي ظهر حديثا ليس مستوى الصوت. مستوى الصوت معروف من قبل وعند كل الشعوب وعند كل الحضارات. الذي هو حديث هو أداة قياس الصوت، الديسيبل، الذي ليس مذكورة في القرآن أصلا. مثلا صوت المدفعية، صوت الطائرات، إقلاع الطائرات، هذا لم يكن عند الرسول. هذا يؤكد أن القرآن الكريم هو كتاب سماوي مبارك منزل من عند الله سبحانه وتعالى. تتكلم على صوت الطائرات وصوت المدفعية الذين كانوا غير موجودين في عهد محمد، وتقول إن ذلك دليل على أن القرآن كتاب منزل. هل القرآن ذكر صوت الطائرات وصوت المدافع؟ لا. إذن يعني الكيالي، هذا دليل على أنك إنسان دجال وإنسان تكذب على المسلمين الذين يجهلون دينهم ويجهلون العلم الحديث مع الأسف. يا علي الكيالي، أليس للصمت فيزياء أيضا؟ كما أنك ادعيت أن للظلام فيزياء، إذا على حسب منطق حتى الصمت له فيزياء. ومع فيديو قادم حول إظهار حقيقة هذا الدجال علي منصور الكيالي، وشكراً.